ناديه، من خلالك وتجربتك، انت ما شاء الله دابا 15 سنه وانتم مزوجين وعلاقتكم مستمره، وحنا دابا كنهضروا على اكثر من 1300 حاله طلاق في اليوم. واش الزواج اللي صعب، ولا حنا اللي صعابينه، ولا شنو وقع ناديه في نظرك؟ شوفي، هي كل شيء صعب، الحياه صعابت، الزواج صعب، الناس تبدلوا، ما بقاوش كيف ما شحال هذا، ولات الحياه مزروبه، كل شيء ولا كيجري، كل شيء باغي يوصل لشي حوايج بالزربه، ما بقاش داك الشيء ديال بشويه علينا غنتزوجوا نديروا الدار بشويه. كل شيء ولا مزروب، كل شيء باغي يتزوج، تولي عندها فيلا، تولي عندها طوموبيلتها بالزربه. دونك هادشي اللي خلى واقيلا الطلاق ولا كثير بزاف، ما بقاش هذاك الصبر في العلاقة الزوجية. لا الواحد تعصب، الآخر كيبرد، الآخر ويا غادة، ولا كلشي مزروب. إلا قلت لك باش زواجي يستمر كنصيحة نقدروا نقولوها عن تجربة، يقول لك سلم جرب ما تشاش تقدر. الصدق والاحترام في العلاقة، ملي كتكون علاقة صادقة ومبنية على الاحترام كتطول أكثر وكتنجح أكثر. شتي، انا عندي واحد القضيه، ممكن ان كاينين الناس اللي كيختلفوا معايا في الراي. انا كنامن بالزواج ديال جداتنا وامواتنا وداك الاحترام الزوين، وملي كيكون راجل في الدار كتربي بنيتاتك على الاحترام، الا دخلت التلفازه تنقص. هذاك الشيء القديم انا عندي في حياتي، كنحترم راجلي بواحد الطريقه. سي فري كو حنا دي جون، تزوجنا صغار وداك الشيء، ولكن عندي هادشي في حياتي، كنحترم مراد بزاف. ملي كيدخل كينعس خاص سكات، كنقول لهم سكتوا باباكم دخل، عندي هادشي. دونك هادشي كيخلي العلاقه تدوم، كيخلي حتى الراجل، وداكشي متبادل، كيف ما انا كنحترمه هو حتى هو كيحترمه، كيكبر فيا بشي حوايج وحدين اخرين. اذا كما قلتي، فاش كتعطي الحب والاحترام والصدق، حتى انت كتجني الحب والاحترام والصدق.